لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على غير العادة سأقوم بشرح تطبيق جميل لأبنائكم، لأن في وقتنا في هذا الوقت أصبح الأطفال دائما ما تجده يمسك الهاتف الذكي ويقوم باللعب وتضيع وقته في الألعاب. أنا سأعطيك تطبيقا تجعل ابنك يلعب وفي نفس الوقت يحسن من أدائه في الحساب الذهني السريع. سأعطيك تطبيقين أو لعبتين، اسم الأولى Math Games Brain Workout. هذا التطبيق جربته أنا بنفسي، يساعد الطفل على التحسين في كما قلنا في الحساب الذهني، أو أولا في ما يهمنا هو الحساب ثم انتقال إلى الحساب الذهني السريع. فمثلا هنا ندخل على بلاي، يخرج هذه إشهارات، نقوم بإغلاقها. ندخل مثلا هذه عبارة عن beginner pack, easy pack, normal pack, hard pack, master pack. هذه كل ما أذهب إلى الأسفل تكون أصعب. beginner pack إن للمبتدئين، أضغط عليها. مثلا أختار الأول. عندي هنا move piece to equation، معناه أنك تقوم بتحريك هذه القطعة في مكانها المناسب. 5+2 تعطيني 7، أي أنني وضعتها في المكان الصحيح. نضغط على next. هنا نلاحظ عندي عمليتين، 3+5 تساوي، عندي 4+ عدد أو رقم يساوي النتيجة نكتبها. نضع هنا move both pieces to proper places، يعني حرك القطعتين وضعهما في مكانهما المناسب. مثلا عندي أنا 3+5 تساوي بالطبع 8، فأنا صحيح. عندي 4+8 تساوي 12، وكلما نتقدم ستزداد صعوبة. هنا ازدادت صعوبة، وضع أعطاني عددا هنا، وبالإضافة إلى الإشارات زائد تساوي تساوي ناقص واثنان. مثلا عندي 9+3 أبحث عن النتيجة. 9+3 يجب وضع تساوي، 9+3 تعطيني 12. عندي 5+12 تعطيني 17، حركت الإشارة. 13+2 تعطيني 11، 7 تساوي 13 تساوي 7+6. لكم تطبيقا آخر مات جيمز، هذا جربته أيضا رائع، يساعد ابنك في الحساب السريع. عندما يكرر العمليات سيجعله يتحسن في الحساب السريع. أضغط كالكولاتريس. هنا مثلا يطلب مني إيجاد النتيجة قبل الانتهاء من الوقت. 13+1 13، 4+3 12، 17+2 19، ونكتب هنا النتيجة. 8+15 23، 28+17 11، 6+1 تعطينا 6 إلى آخر. هنا لا يجب أن ينتهي الوقت. هنا تلاحظون عندما ينتهي الوقت ماذا سيحدث؟ ستتوقف. Time's up. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ذلك إذا أردت التطبيق ستجده أسفل الفيديو، رابطه أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.